الو بونجور السلام عليكم اعزائي المشاهدين بكل مكان واعزائي المتابعين بكل مكان، هلا بكل العرب وهلا بكل الاجناس. ستالكر تشو هارد افت تشيرنوبل او يعني ستالكر قلب تشيرنوبل هي افضل لعبه في العالم حاليا من ناحيه الجرافيكس. اللعبه عباره عن قصه واقعيه حدثت بمدينه تشيرنوبل اللي تتواجد في اوكرانيا. اي نعم، كلنا سمعنا بكارثه تشيرنوبل 26 افريل من عام 1986، وهذه اللعبه تسرد قصه تشيرنوبل ولكن لم تسردها بشكلها الواقعي، ولكن اضافوا عليها يعني الزومبي والحيوانات المخيفة مثل الوحوش، يعني عشان تولي اللعبة مخيفة شوي وحماسية كثير. المهم يا جماعة، في هذا الفيديو جمعت لكم أكثر اللقطات التي تحتوي على جرافيكس خيالي يا جماعة في لعبة ستالكر هارد اوف تشيرنوبل. تابع الفيديو من الأول إلى الآخر لأني راح أعطيك معلومات كثيرة عن هذه اللعبة ومتى يتم تنزيلها رسميا وهل تشتغل على الأجهزة الضعيفة أو لا. شاهد معي. وبس يا جماعة، لم يتم إطلاق عليها أي فيديو جديد. وإذا كنت حاب تعرف هل اللعبة تشتغل على الأجهزة الضعيفة أو لا، للأسف يا عزيزي المشاهد هذه اللعبة لا تشتغل على الأجهزة الضعيفة. يعني برأيك هل هذا الجرافيك اللي شاهدته قبل قليل يشتغل على الأجهزة الضعيفة؟ لا لا لا، مستحيل. ترى اللعبة قوية جدا، ترى الجرافيك واقعي 100%، كيف راح تشتغل على الأجهزة الضعيفة يا رجل؟ لا مستحيل. ولكن لم يتوقف الأمر هنا، هناك أجزائها السابقة، الجزء الأول في 2008 والثاني في 2009 والثالث في 2010 يا جماعة. ستالكر شادو أوف تشيرنوبل 2007-2008، ستالكر كلير سكي 2009، ستالكر كاب أوف بريبيت 2010. هذو ثلاث نسخ يا جماعة يشتغلوا على الأجهزة الضعيفة أو الأجهزة الميتة يا جماعة. وإذا كنت حاب أن تنزل هذه النسخ راح أترك لك رابط التحميل في صندوق الوصف. راح أعطيكم الآن مواصفات تشغيل ستالكر 2 أو ستالكر هارد أوف تشيرنوبل. إذا كنت حاب تعرف المواصفات الذي ينصح بها المطورون، نظام تشغيل ويندوز 10 يا جماعة، المعالج إنتل كور إيسات الجيل التاسع، ذاكرة الرام 16 جيجا بايت، البطاقة الرسومية
مساحة التخزين كبيرة جدا يا جماعة، راح تأخذ مساحة كبيرة على حاسوبك يا رجل، راح تأخذ مساحة كبيرة جدا على حاسوبك. 150 جيجا بايت، اي نعم تستحق، تستحق هذا الحجم كله. وهذه كانت مواصفات اللعبة الذي ينصح بها المطورون. المواصفات الأدنى على الأقل يعني لكي تشتغل معك اللعبة، تعرف نص بالنص، يجب أن يكون عندك ويندوز 10، المعالج إيسانك الجيل السابع، ذاكرة الرام 8 جيجا بايت، البطاقة الرسومية، مساحة التخزين 150 جيجا بايت، و SSD، ينصح بالـ SSD يا جماعة. وأما عن متى تصدر هذه اللعبة، كان من المفترض أن تصدر اللعبة في 28 أفريل 2022، وثم أجلوا تصدير هذه اللعبة حتى 2022 8 ديسمبر، ولكن لم يتم تنزيلها. شنو هذا؟ أنا بنفسي ما بعرف متى يتم تصدير هذه اللعبة، شكل اللعبة فيها كثير من المشاكل يا جماعة. وبس والله هذا كان مقطعنا اليوم، أتمنى يكون الفيديو أعجبكم كثير، وإذا أعجبك الفيديو يا عزيزي المشاهد اضغط لايك على الفيديو عشان يوصل للكثير من الأشخاص، ونلتقي بفيديو جديد إن شاء الله، وسلام.